السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسر له جنال كي جايان قبضون وأمرك لا يسكسون قدون أكسني مقال كلا سب فضلا هذاي سب تهاي سود وسبسكرايب إسار كم من نقاط سحبتي جداور إلى جوكتنا مقال كان لايك إسار وأنا ما تنتين دماغ ولا لاكو حنا جنال كي جمل والبوات جوكتين وحني لايك كبير جينيا نبت يعافمات إن تكون ولا تان سحبت سب إكسو بيرت جنال كي جنا وحن لا يقع مفروم كسر له هذا جنال كوا جنال كينا وأمرك لا يمقال كلا سب يا قصدي سعدي ونمري سي قيب تيدي سدحات وحن أقول قلي دونا قيب تيدي نو وحن نمري سي قيب تيدي لبعد وحن أقول قلي دونا قيب تيدي سدحات أنت عن قصدي سعدي نو بلابين عاوة هدي عد كي جو وسسي إن لنا نقضه وحرجينا إلى ألف هنتين ويجو دول قادتين ويا حساسية ده آد يجو كعسن وش جي جا إن ده يجو هستو ده آد ومدو ونقضه مرك يجو كعسن تهاي مرك سنبور درن عن قباي يقول دول قاعدة عدك يقول هدي وفصيح إذن لأنه قوايه وأنا مهد سنتين أسحابتي إذا قروح ذا بضن القصة ذا سعديه قيبتي ذي وقدم بيسي وحين وغسو رماتي أيضو سعديه ويلكي أي لا أقل قلي لهيد أو معلن أي كتري انت ذهب كيدي سوق قيدي لعكتان هو وحي تري مركي كوات واو كدي ديي واو إقدي دي لكن مركان ميلفي عن كسو مري oo aan ir aniga iyo adigu wa yaani dad hadda kadib nolol u bilaabaneeso oo ay tahay in ay jab rooti hata kala jabsadaan ayaanahay de hadda wax walba oo aad heysa anaad farq igu shubtay aniguna hadii aan maanta adiga ku quruxsado kuma aan qasaaraye lacagta iga qaado si dirqi leh oo waxay tiri aan aad u bariye ayuu lacagti horta iga gudoomay ka bacdi suud يعني إنبا أن عادن إهين أو شيدانو غالئة وصوغتي مالكي أروس كينا لغاري تري سي غروح بضان أيان أنوغو لبستي أساقونا كذلك وانا لقلبيي أروس كيني كدب أسو سي غروح بضان و أروس كنوغو دعاي وانا لقلبيي تري قرغيني أيان نلو قلبيي آنيغا إي أساقنا وحانو بلابتي نولول أفكي هوري أما بلاوغي هوري إي نولشا وأن إسفهم ويني وحان نقنية تري لبوق فود أو آد إسوه إباعتو ده إنت بذن جوركا مركا لبضا لماان أي أبلاوضان وأي إسفهم ويان وأيو قفكا نقريو كسو تغي قفكا نكان نقريو كسو تغي أذوغو لبذيني وينو أدكاتي إنا أن إسفهنو أوران هرايكا ياشي والعياء يوسي درسامي ناك مرغو البرنكي كسي عررتا لو سوقليو كسي عررتا أيان نقضي إلا أوركيجي كواد با قير كقير أنو استعجني إنان كلا تجنو لكن وجودن بنتي أسوأ ويجود القاعدة تيو وحو فهم أي إن أنا هاي قف أورله هرمونات كذا إسبدلا أيو حالة أورك أي وحنا نكو قص بكران بدك لأني جوحة إير عسنات إن أنا أسجن نعي أرجي سأركي كرين إلا مركي دمبهوي إيسو جديسي أنت عن حالة دي عادي كان قن إيسو ولا عي والديسا عن كبحايو إن غرقه هاي ذي أجوجو سديان أقبلي غرقه هاي ذي أيان تجو هاي أي ورجسي هل كاسو حام بأركع يتري كذات كيسي يكربدي سي يهال وقبض كيسي إن أنا يعني كنا صدانو بعدين ولا عيان كبحي غرقه يجي الإيسو علي حالة عمر كان حاجة وعي دكتي يتري وقدام بنتينا وعن دلعي سد عادة ده أو قبر والبو مركي أي دش غرقه هاي ذي أي عادو أيان حدنا أمل وعادي بعدين إلا أفرتن كي أن كبحي عادي أنا ولاي جوجو هاي ذا أيان شوقي بيل مستكفي أيو إيسو دراي وحول بقى أن أباهنا هنا كار أرك أي مسك يوصار ناين كتب واحد عيتري أنا جي كواد أي أحد أنا مركي كي جيبه ودور بلود شرو دقي كواد ويل ها ودور بلود شرو أي كبر أحد أنا نور نلاقي أو أورك أنكو قاضي ولي دت سفي عن إسكوف هنسن ما أين أهين أدو يعني ور إن كدالينني مركي أنا جي سدحاد أنا كان ولاي أيام وحان إسكن قناي تري فر يا فرانتي لبقف إسفهمي سنة دي كواد نبكي إيسو مرين لنو أركبا إن عيال أحايان وقدم بنتي وإسفهني لبقف أوقف بقف كلا إحترامو كدم بيو قرقي إيقا أنيغان وحان قضي تري ناقع عن تساء وقود أغن أو دينين كيدا إحترانتو أو سي الشرف لي أو كال عرق وكال قعيل إيكو جرتو أو داقنتا وحي وقت هو أيو إسكرابا anigoo saddex aruur u leh oo isfahansan oo waxay tiri ninkana uu shaqeystay
نرش كعلى عرق أي نوع تحي أي واحد عذية تري إن كان أي حلي كان وكلك عذية مركز سدح عرورة لنا هاي واقع وكلك عذية وحي تري شقوين كبحسن محل إن مادي أيو سمايستي نرش كعلى عرق أي نقطة لعجو أروس دقول نسباس أيو نوع قضي أو في الله أو مركز لسنا وأنا لكالمة يودي جرب ولا جرب قبته شركتنا لعجو كسو دين سدي أيه دوساس نوع وكلك عسنت هاي oo gurigi nisbooska ahaa aan deganahay ayaa waxa dhacday tirgelin asagu waa macalin gelina shaqo macalinimada ka baxsan ayuu ku shaqeystaa aniga wuxuu isiyay tiri bil kaala arag ah noloshu kaala arag ay nool tahay habeen habeenada kamid ah asagoo inta shaqo ka imaade telefoonkiisi intuu musqusha galay uga tagay tiri fadhiga aya telefoonkiisi message ku soo dhacay haf iyo balawa iriye telefoonki dhanku iga jiraan aade sa telefoonki aan furay asagu telefoonka ma uusan xiray jirin sawaba naago luqad carabi ah ayay wixii ku soo qoray waa ku jicalahay sida ii jicshaan ku jicalahay laanta manoora manoola karo maalinkan ku bartay hadii naag maalinkan ku bartaan de nasiibkay qeer dhaafay حديد إسديسيد حتى مالن أمي سا أمي سا إنا ناقبتد أنا جسدي وحن كولس وهلا كسي إنا ناقبن نا مذحي أكل وريكتي ترى غاع أوه لو مسخوش مركو كصباحي ما بقى أنا سجينة حارية تربل مسج كان كوسو دعي عربي آخر ما واحد كل شيء سندو مركا إن مسج جذا عربي كوسو قران أسو أسو نحسن وإنها تاجي oo ila waa maxaa message-ka ka hadlis abuu hayst dibal siinine akhriya in yitri message-kan baadheen haduu fiiriyay way waalantahay tana yahna waxa laga yaaba inay rabto adiga inay ku waasho adigu qof maaragtay tuug ah oo la qabtay oo hadalada isku dardaray oo aweelogii noqday anigii wixii tir isla markiiba dharkaygii inta aruursaday yaa oo inta igu dhagay oo ii babariyay asan waxa ay dhageyso in aan gurigeyga jooga ma rabtaa oo aan guriga hooyaday aadin in aan guriga hooyaday u socdaay naagtan qofka ay tahay ii sheeg waa uu ii fardabaxay wuxuu ugu yiri naagtan ama gabadhaan waa gabar aan macalin u ahay aniga tiyaaba waxa ila sii noqotay tiri qaraxan kale ilaan anigaba shalay macalinnimo aan ku soo xiray galiye waaba waxay tiri qaraxan karo waxay tiri xoogiisa wato macalin aan u ahay macalin aan u ahay de waxa laga yaabaa in ayadu un rabitaanka uu ka socdaa saaxiibey tiri naagtan hadaladeeda uma ahan yani hadalo loo soo qoray in ayadu kali ay wax wadee run ii sheeg markaas wuxuu ugu yiri xoogaa waa inu carab laalaadiyay marka waxa laga yaabaa carab laalaadiskaas aan u carab laalaadiyay in ay macnaha isleedahay uu ku rabaa laakiin aamin anigu ma rabo idagaysa in ay tiri wariya naagta wac anigu maqlaaya waxa ku tiraa walaal in nabad gali waa iyo yiri ee gurigaaga ma joogay haa waa joogay wac naagti oo wacay taleefankii waa qaba weyday kabacdii aan waxaan ku iriyay tiri balow ku dhaji balowkii uu ku dhajiyay aniga isagii waa heshiine waxaanba isku moodaayay tiri yaa in ninkan qalaas uu aniga gooni ii noq ii yahay naag dambe uusan damceynin ama naag kale uusan rabin ninkan wuxuu bilaabay tiri taleefankiisi inuu ilaashado inuu musqusha taleefanka ku dhex hadlo hadda waxay tiri markaa daacad tahay daacadnimadaada waxba ku tusayday isla musqushii leh taleefanka maalin maalmaha ka mid ah ma lagu soo iloobi karo aniga oo waxay tiri markaa musqushii galay ma arki karo iftiin un musqushii intaan banalkeedii shidan saa uga bilgbiligle ilaan taleefankii silent yaa ku xirane waaba la soo wicooyaaba yaa oo sheekadu ma saana maasha ninka taleefankiisa badanaaba aanan arkin dhicitaankiisa silentii uu markuu guriga imaanayo ku dhajiyaa haddana waa fiiriyay tiri waaba isla naagtii oo asagu uu daqiiqado ka hor u qoray meesej qalbiga ku xanuujinaya bacdeen kalarkan inta ku dhegay musqushii markaa ka soo baxay oo taleefankii il dhulkan ku kala jibina aa waxaa la igu yirinayaa ay dhegayso waa aad kibirtay saddexaana ii bannaan haddii taleefankayga dhulaa sheegeehe aad saas derbiga u saartid saas ugu taabatid dalaaqaad iiga furantaa aniga waxay tiri shaydaana i wadee dhulkan bash taleefankii ku siiya hal dalaaqo wac inay waaba igu dhacdaba dharkaagii aruurso gurigii hooyadaaba ka soo jeeso
تاوحا إيغا سيدران أي تير قرغي هو يأن كسو جيست محومي دادو برشا لير جيل ورارشو أنيغي وحناق وغمقان ناكتي نقرغي إيغي إلين والاقيا والغشو كان سادي ما إيش إيغي كرتو كو أنو عاس إنتي لمبرك إيغي سوه الشي أكيد أساقل إيكيلا يكلو كيه كو أنو عاس ينو عاسا كو سارن قرغي ساسو إيالي عريبي ساسا إيهد ما إيدي كرتو أساير وح إيهد نمتي gurigay gal ugu shukaansaday aasad aniga waxaan isaga kay dhigay qof nool na oradan iriye tiri aniga iyo karkaraay hooyaan warku u sheegay hooyo waxay tiri waa saqajaan edab nama lehe wax ma ku sheega gabaray go'aan qaado ninka hada sida kula noolaanaysidna deena waa ku cilneyna dad go'aan qaadatana gurigaagu bariiska wali waa ka bisiliya go'aan waxaan qaatay tiri inaana dib dambe ugu noqoneyn asagu waa u soo hoyday إن الإسوء اللي أسوه يعني أسوه إن إمادة عدينا لكن ها إمادة بريء أن أنا قد ديدنا أو إركوس أو نقماي سيو أنا جا إيو جبو ونعك تجرجو أوكي أنا وحان إري وإجت فيها سيدا قف لنتي أوكله وأكتي إذا كيا حان كوير سقط جان كيو ناقة تجري كنتي أس أنا جا وحاضر بتاعنا وكوس علي أنا جا جرج لو ريجا يدو أبا عف عف عدل يجيري هلا وريك تاعي أدوك فامل كيسية فامل كيجي أيا وذا فريستي dadkii dhane balaayada ku dhacda kaala sheegay waxay dhahayn yani reerkii dhane quruxda badnaay kaala arag aha balaaya ku habsatay familkeeni iyo familkiisiba waa eeyaabeen sidii hadal uu kala faatixaystay waxaas go'aan lagu gaaray anigu inaan gurigi deganaanayo asagu uu reerka ka baxayo ilmihiisana inuu biilanaayo bacdeen waayahay uu dhahay dharkiisi uu naga qaatay gurigi aan anigu degay biil uu sidii noogu soo diray ayadoo kaal arag joognooya uu i biilaayo oo ilmeygii aan sidii u heysto aa isla naagtii yaana war idin ku daalinine aa la heshiiyo guura lagu la heshiiyo waxaa la igu yiri abaayo nin abaal gala la aragaa la yiri laakiin nin gudala waa guriga cagaha iga qaad ilmeheyga caanahooda inaan gado ayaan diyaar u ahay halkaa ii dhig haddii ay intaasi kugu yar tahay aysan kugu filnayn halkaa ii dhig gurigii horta waxay hooyaday igu tiri hooyo macaanta ninku xaq buu u leeyahay in guriga aad ka guurtid hadduu reer guursanaa gurigaan imaaw gurigeenniyaan imaade caanaha keliyahu ii soo tuuraa laakiin maxaa igu dhici doono gurigeennii faktii hore ee la isoo furay waa la iga soo dhaweeyey waxaa la yidhahay gurigu gurigaaga waaye gaxmo furan ku soo dhawow hooyaday iyo waalidkay dhammaan iyo walaalahay waxaa la isaga kay dhigay in saddexdeeda caruur ah ama la ii sheegaba la isaga keydhiga keliyaya indhihiina haddii xataa biilka laga goosto inay gurigan waxay cunaan ka weynaynin waxaa la igu yiri waxbarashadaadii ku laabo waxaan ku laabtay waxbarashadaydii waa aan garoobeynay laakiin sanad waa la ihay waayey reerkeenii wajiga ii bedeshteen hooyaday anigu waa iska hor imaanay walaalahay ka sii daran waxaa noqday qof sanka laga qabsado ilmaheeda iyo ayadaba aanan la rabin oo la yiraahdo culeyska maxaa anaga dusha naga saaray maxay reerkeeda u dhaqaweysay xaaladdu weliba waxay igu sii qaraaratay markii kistii yareed ee uu siinayay uu ninka kani soo daahiyo waxaa la igu dhihi jiray naag aanan ooyinteeda barkinta qoynin ilmo ma korsatee yacsiyadaana dhashee maxaad u dulqaado weysay oo ubad kaaganaayaa aabahood u haysa weysay waa faamilkaygii shalay ilahaa soo dhawow gaxmo furan ku soo dhawow inay dhereg u dhintaan maahane baahi arki maayaane gurigeennii barqacad ayaan ilmahaygii inta ka aruursaday anigoo meel aan afka aadiye aqoonin ayaan ka soo hayaamay asagiyaan wece waa aan barye waxaan ku iri walaalo hal qolaan kiraysanayaaye caano keliyahaad ilmaha siisaaye maad wax iigu dartid oo sidan si dhaanto walaala macaano ii gashid naay dhegaysuu yidhi haddii hooyadii ku dhashay ay kuu hey weysay oo gurigii aad islaheed waa lagaa soo dhaweynaa oo inaad kibirtidba ku gaarsiiyey naa ilmahayga aniga isii gabadha aan guursaday baan u dhiibanayaaye farta iga soo saar alla ciil badanaaye meelaan isgeeyaan waay gabar aan saaxiibo ahayn oo aan jaamacadda isla dhiga jirnay oo xaalkayga bilow ilaa dhammaad taqaanay oo nin qani ah oo qurbaha ku nool uu qabay ayaan waxday
waxaan ku iri saaxiib maanta waa aan ku hoos joogaa dunidana waa harka labadiisa gelin waxaan kaa codsanayaa inta aan wax ka qabsanayo shaqo nuucay doontaba ha noqotee aan ka raadsanayo saddexda caruura hal qol aan isugu aruurne caanana waa la igu siiyaaye walaala isoo dhoweey waxay igu tiri idhegayso naa caana xataa hadduusa kugu siin anaa ku soo dhoweynaaye fadal ahlan wasahlan dumarka haddaa arki jirteen inay cadow isku yihiin gabadhaan waxay ii buuxiday booskii hooyaday iyo walaalahay aan ka waayay ilmahaygii waa u aruuriyey hal qol ayay noo banayse kabaxdii jafay inta tiri ay jooradayaal iyo sariiro ii soo iibisay ay igu tiri halkaas dakee jooradayaasha iyo waxa ay ii soo iibinayso ayadu jeebkeeda kama bixin lacagtaydii anigu maadaama dahab aan haystay ayaa i anfacday dahabkii ayaan suuqa geystay qolku waa uu u banaanaa gabadhu guri shan qol ah ayay keligee deganeed ninkeeduna waa uu iska maqnaa afar caruura ayay haysatay gabadh u shaqaysana way u joogtay waxna waa ay baranaysayo naag aqoonteeda sii kordhinaysa oo labada lugood saas intay isku dul saaratay cilaankeeda marsato oo nin qaniya uu qaba ayay ahayd kabacdi halkii ayaan sala dhigtay laakiin waxaan bilaabay inaan naag nool iska dhigo oo dhexda xirto kabacdi ayaa waxaa dhacday tiri in habeen iyo maalin aan ku fakari jiray maxaad samaysaa ninkeedii ayay xaaladda la sheergaraysay wuxuu ii soo helay shaqo nin madax ah gurigiisa oo laga shaqaynaayo waxaa laga yaabaa inaad istiraahdid waxbay baratay maxay waxbarashadeeda shaqo ugu raadsan weyse waa aan waayayay tiri abbaayo si kasta oo aan aqoontaydii wax ugu raadiyey waa aan waayay haddana jaamacadda shahaado kamaba aan wadan kaaga sii darane si kastoo xataa aad shahaado u wadatidna shahaadadu garab ayay rabtaa iyo in hore laguu sii wada moogiye shahaado qalalna haddaa wadatid ma aad helaysid shaqo adigu bacdeen nin madax ah oo gurigiisa cunto laga karinaayo oo gabdho kale dee ay guriga kasii shaqeeyaanba ayaa la ii geeyey naaguma joogto asaga iyo askartiisa ayaa loo karinaa aniga waxaa la iga dhigay maadaama ninka gabadhaan qabo yacni ninka gabadhaan aan saaxiibadanah ee gurigeeda aan ku noolaa doono qabay ayay ninkaas isku dhowaayeen marka aniga waxaa la iga dhigay in dee ninkan maadaama waa weynka uu yuhu madax yahay gurigiisa aan usoo nadiifiyo maadaama qof lagu kalsoon yahay aan noqday booskaas marka gabar ayaa laga bixiyey intii anigaba aanan tegin boos banaan ayuu ahaa sidii ayaan shaqadii ku bilaabay subaxii ayaan baxaa adigu 8 saac 9 saac iyo barna waa aan soo noqdaa tii anigoo sidaa ku wato ayaa isla gabadhii fikrad ii soo jeediday waxay igu tiri shaqada tan ninkan gobolladuu aadaa marba meel u safraa meelay gaaraysa ma ogide maa farsamada gacanta baratid aniga marka waxaan ku fiicnaa xilligii aanan guursanba aan aad u barbaro jiray oo hadda ka horna uskool nagala siiyey asagaa lacagna la sii jiray hay-ada ayaan cilaanka bara jiray iyo gabdhaha sida loo turakeeyo meeg aabka sida loo mariyo tinta sida loo hagaajiyo ayaan aad u aqaanay tiri kiyaan marka waxaan bilaabay in bulkiyeer maadaama shaqadan aan bacaduur ka soo baxaayo in gelinka kalena aan bulkiyeer ka shaqeeyo adigu 2 saaxa noqoto 3 saaxa noqoto 4 saaxa noqoto isla gabadhii ayaa fikradeedii haddana ii hagaagtay halkii ayaan waxay tiri shaqo kale aan ka bilaabay shaqadaas ma aysan ahaynay tiri shaqo kaala aragahe shaqo un waxay ahayd aan anigu wax ku baranaayo ilmahaygii labadii shaqo markay isuukay toostay gabadhii waxaad moodaayay tiri hooyada iyo aabbahay gabara ii dhaleen ninkeediiya imaade waa la igu dirdiray xataa hooyadeedaa waxay tiri naayaag naag lama soo dhoweysto naagta sidaan u quruxda badan ee halba inay dhasho aanan loo malaynaynin aad guri soo gashatay inaad ka shalaahidaan ka baqaa ani sheekadii iyo nuxnuxdii waa maqle waxaan ku yidhi abbaayo soo dhowow weligay iyo allahay lagama yaabo in abaalkaagii aan ku gudo in aan dhabarka kaa toogto ninkaa ahna ma rabo haddii maanta uu iga soo horbaxo xataa yaa uu isagu yidhaahdo waa ku rabaa aniga xaaraanuu iga yahay inaan ninkaaga damco ee taayo qalbiga kaa gelin waa isu kalsoonahay tiri xaashaa lilaah ilmahaasna lagama yaabo amay ninkaaga guursataa darteed inaan u buriyo kalsoonigaa naftayda ku qabaaye hooyada iyo dadkayga warkooda ka baxay walaal intaa isku filaanaysid halkaas iigu noolow halkii aan ku noolaayay tiri anoo sidii u nool kii intii yareed ee caanaha ahayna waa uu goostay mar allaale markuu goostaan habaar habeen iyo maalin
أن هبارا إلهي كمسي رسق دنب بلكو قد عضاي وحان هبارو 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 وقد دنبين تي وحان إريه تيري أدونك وهركي سلبديس الهركة لبديس قليني مالين أي كاسو بحي قبل يا وحي إغو تيري دقيسو وحبها هباري وإلمها قابه وذي الدنيا ذو وريكتي فراح كقات ما أنت أماد أباه أنت سو لبا الشاقو مذو هبا كو أهات مذا ذو حكبرنا يسيدي سو كما شقين ستيدها إسكدع بعدين وحو وقتقو يوايوه إسقربا قبل دي كوفيركا إسكالي هذي ملكية دعيهات أيا أركتي سيدا أن أشاقين سنايو وحي إغو تيري أبايو وحنفور أيا فرع لبات وحانا كاقا ليقا يا مسؤول سيدي واركتا واي هي وحان كويري كورن هادان شاركو قدر صدو او اني اذيقا ان شركونو سيدي واركتا ورفي عن واي تيري سيدي ان انيقي اي ايادي شاركو نقونا ميقا امين اي سيني تيري عدي دي انا اتاقو انا مركا قار وحو قيو المهي يبو قودي يبربلان كودي دا كسو بحي عد ايقا سو دبا جبق ليه مبال هابا انا الوا والد سكست اي وحمادان un waalid kayo ana iska xiriiriyo iska wanaaji laakiin ayagu dan iyo heela iga ma laha adigu kiyaan furnay jirin lacag aan arursado ayuu ta aan galay waxa ka soo wareeganeysa markaan welina ninkii waa u shaqeeyaa gabadhi waxba ku darsada laakiin markii dambe gabadhu waxay i tiriba cunada maadaama anigu wax kama cuno dugsiga ka dhiibo ilmihi waxay aadaan dugsi inta ay ilmahaas risq gurigaas ka cunayaan shilin kuma dareysay tiri anuguna kamaba waxay tiri kamaba cunaba guriga cuno subaxii alsayaan jarmaada habeenkii aan soo hoyda ayada walaal ii ahaba waa laga yaabaa inaa la yaabtid sidee naag aan kula dhalan waxaas wanaag kugu galay sida ay gabar gabar kale u xumeeydo oo dhabarka uga toogato si lamida aan loo helaa gabar walaal ah oo garab iyo gaashaan ku noqoto adigu lacag yar iyo dahabkaygi aan waxay tiri xaraasho in kale ii dhineed ilaa markii hore wax yar aniga intii la qabana ما هيني ترناغا اسكفا ليو اقليغا درانو نينك سيكستو اولا ذايا نيكاسو اسكا داقناي يا اسكفا ليو اان وحبا قدن كس كستو او انو اركايو اني ما ترهيركا كسو هارتو ايو تانجلي جيري دهب كويحي تيري بل بل ان اسو قده جيري ابا مرنبا لغمي ابي تيري هدو دنو ايوو جعليا هانا ايوو جعليا انا نينتا اكفر يستو اه ارادو ادو وحوال برنو هاي سيدي اباي اد وو اد كيسيس مركي قاجة تيمادو waa inaad markii dharagti timaadana aad uga faa'iideysan kartid aniga markaa xoola ii duugnaay waxay gaantay isku arursaday shaqada waxaan ka arursado ayuu ta ka galay aan waxay tiri gabadhii sheer kula noqday meeshii waa noo kala kaaday fikrad markaa waxaan siiyay tiri gabadha in qayb kale aan carwo amal ka dhigno de ganacsigana rasuulka u duceey sidaan wada ognaa sallallahu alayhi wasallam in aan ka dhigno qayb carwo ah oo dharkeeno sidii aan hadana waxay tiri meel weyn inta ka dhignay oo dharkeena markii uu saylonkii noo kala kacay oo saylonkeeni hasaa li isugu dilaayo meel istaraatiiji oo kala aragna aan ka furanay carwadii dharka noo sii bulaashay gabadhiyan markii isku dhacnay gabadhii waxaan isugu dhacnay tiri ganacsigii mar alaalay markii uu bulaalay ee waxay xoolo isaga kay dhigay tiri inay ayadu leedahay lacagta ugu badan ayada gelisayes laakiin waxaan ku darsaday faa'iidada inaa isla qaybsa doonana balantu waa ay ahayd adigu markaan isku dhacnay aan gabadhii aan ilmaha yaani ii haysay xataa markaas ka guura wali ma ahayn aan gabadhii dul saaranahay markuu ganacsigan kala kacay waaw uu noqday meel ayaan kaligay degay tiri guri gabadha xoogaa aan sas u sii dheereen yaani noo jira ayaan guri ka degaynaa naag waxaan ahay tiri ay noloshu isugu toosan tahay yaani ganacsata isku bedeshay oo nolosheedii hay u tahay shaqadii nimankii cunada loo karinayay waaba la iska dhaafaba waaba bulaalaba gabadhii caawido ayaan qabsaday markaan tii qaraabo ila ah waa ii imaahay ilmahaygii kor iyo hoos ayaa saa loogu sidaa ugu dambeyntii waxay tiri gabadhii markaa isku dhacnay lacagtaydii ii bixiyay tiri adigu ganacsiga la wareeg waayahay ayaa iri wiil aan ilmo adeernaho aad isugu fiicanahay oo south africa jira oo og in ganacsigaygii adduunkayga ii kala kaceen aan intaasoo lacagaa la iga rabaaye anaa kuu soo caday doone lacagtaas isii waa uu ii soo shubay gabadhiyan lacagtii sidii ku siiyey kabacdii ayadu ganacsigeedii kale ayaduna inta bulaashatay oo meel weyn sidaan oo kale yacni inkastoo aan kala go'nay haddana fikradda waa aan ku darsaday waxaan abaayo maadaama fikraddan anigu lahaa adiguna meeshaada waa aad ka dhigi kartaa ayaduna ganacsigaa ganacsi lamid ee furatay ilmahaygiio ii koray oo saa aan waxay tiri cunaankayga inta marsado ciidda isaga celinaayo aakii intuu naagtii furay falisay shaqala aan ku dhacday
او بلاب انو نسو حريريو انو يرادو المهي عانودي انان اطور انتو عاناكا كينا وهابا فلي سوحو هايبا مالهي شغل انا كود عضيو معلمين معلمين مادي اسابو انتو اسكتا فاي شاقوينكي كلا اوغو اي كبعد وحيتر شاقوينكي او اوغلا اي كسو حير حرميني اذي اهايين ميل سو فريستي وحو بلاب انو ايسو على على الله وحا اردونيدو والله وهرك لبدي سجلين مكية أنا جيسو على على المهي شل ونعاي المهي جي التوس أبايو ما أنا المهي جي حاران تميد إلا قدام بنتي وحير المهاجة والله صو هاللي كرتا أبن مذنا كوم ديدن لكن رادق مسود السكرت هبين إيمان وحو يجبر يجري إنه يقول نقض وحنو قاد يجري تري روح بكانك وقولنا عيضاء باهن كاتج السمك وما بناني صاحب شل مركي آدي فرتي وعتاد دروفتي إذا أنت أركتي معناها أذيق إلين المي وبيلوي إذا على هتي ديف كده ذي أرضا إير كواس كله كوكلو دلها كواس عبيل يبعت كاربة أرضا أيقو بيلو سو إبرياي إبرياي أو حيتي البحر أو كلا كعسنت هاي أو حاصلة هوا ذي السوق جلها أنا مركاو حاب إيه هذا بايو إن المكر صدو ولا شيء إذا إيه نعم ذي إذا سجونية أيه كلا هذان كبعد كيان وحن كله شيء تري إن المهي جا ما دام أن أي قدرتوا دو الشقيه ينوسن شقده إلى سوفر الجشنين رال ينسويري أروس في أي بي ويدك جور شن قلوا يبو هي رير كيجا أنا وحنا كدر سنة عيتي ما دام أن المكر هيستو أي ميرو مركي سو معتنا ساعن توفيري أنا راهي ترو حافة راهي قلي نن لكن أجي سكال عشتو إذا بسن أيو هايتي كي يا هذا إقبو نرشو كال أرجع يتهي أنت سو عرورا قبل علي قنا ستذا ما أنت الصومالي يكون هول أيانا كم إذا هاي أو هلو جيسو يقدر على على يينا حارية الساحب بس كدم بسرعة إلا أقدم بنتي ويسكدي مركان جورسدي إنه الماء يقعد روسدي الماء هيجي الماء كوش على أيد بعيدا كنا على ما أهمية عنده عر أكتود سو يستد أيا كان بربيني تري حد عصقنا وجورسدو ريربو نخلا شقير بالرفة وأهلا لكن أنا جو ساعي يوكل كعسنت هاي حاجة جينا نور عرور كلا نودلاي المي هي جينا واهي الساعة لبب هواي المي هي جا نلاشون هاي يتهاي مركا هدي ظروف قاعدتكو لكن نفتا هذا من سنت هاي أذيك أنا رش هذا كبي كري أجو جبي أهم بقصدي سعدي وجبدي سود كجشي اللي جو قبل جذ إن اللي جرى بنايا الماء مضادي أما عيد السيسو أما محل رأي شخصي وده كقاضو وأقول ليستي كأنتي سريسة الله أنا قديكو كوي أن نفسي قلنا إلهي هنا قديقو مقال كذا ذا لق إيسو صار لا إيسو صار قصة حوجا وسوق بجبي ما دام وسنبور إهاي تنقي أنت عن قصة عن قصة حكتك وكل ماينو حن إنك جت جيا سيدا إنا بتقليه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.